ابلعي ريقك، شقيق. ابلعي ريقك، ابلعي ريقك، عايز اشوفها تتسمي ولا لا. ابلعي ريقك، شبيك شبيك ابلعي ريقك، عايز اشوفها تتسمي ولا لا. شبيك. ابلعي ريقك، واحد لازم يغيب لما يرجع، يرجع بطاقة إيجابية، زاد راجع طاقة إيجابية لو لقيت ناس مرحبة بيا. طيب. يلا يلا مداهم، حيك مورود مداهم، مداهم هاي إلك، مداهم هاي هاي إلك، إلك. وهاي بمناسبة العودة لمداهم، أحلى ورد وأحلى مداهم، حيك يا مداهم، نور تيك توك، هلا هلا هلا، شخبط شخبط لخبط لخبط، مسك الألوان ورسم على الحيط، عامل ايه هويك يا حمادة، اللي عملته ده أسوأ حاجة، من يوم ما شفتك والله عرفتك، من يوم ما شفتك خربت. شفته خليتها تنفذ لي حكم من غير ما افتح بقي، من غير ما اقولها تلعب جولة حتى. عرفتوا الفرق اللي بيني وبين مشاهير الميديا؟ أنا بصراحة بتعاطف مع المساكين، تتعاطفي مع المساكين؟ شو البهلوانات؟ غبت علينا عشان تعمل غرفة وبهلوانات وأشكال وإضاءة، رح ايوه تكلفك الإضاءة كل يوم كل يوم. شوفوا مداهم بس يومين رح يشغل الإضاءة وبعدين رح يطفيها. ليه؟ خلص رح يصير ظلام. هي كده كده إيه دي الكهرباء عندك بمناسبة؟ بتقطع 18 والله ساعة في اليوم. اي شخص يعمل غرفه، اي شخص يعمل غرفه يومين لولانين يشغل اضاءه واشباه وكذا، بعد تلاقوها طافيه وعامله هيك. دبابة قلبي. لا يا ماما، احنا مالناش في الجو ده ولله الحمد. احنا عاملين حاجات عشان تبسطنا، فهنشغلها عشان عايزين نتبسط. عاملة يا ضحى والله الحمد لله. عامل ايه انت؟ احسن منكم كلكم. بعرف، انا بتمنى انكم كلكم تكونوا احسن مني. لا انا احسن منكم عفوا. الحمد واد لله. ها بره، يلا بره، يلا مين شو ماله حسابك؟ اتسكر والله. شو عملت انت؟ شربت كان زيت ريد بول زي دي، عملت اكونت غيره بس. مستحيل. طيب قول شو عملت. والله ما عملت حاجة. أنا قاعد، مستحيل. طيب شوف يا ضحى، صلي على النبي، أنا أكتر واحد هنا بجح وصريح. أنا لو عملت حاجة أستاهل عليها الحظر والله هطلع أقول لهم يا جدعان والله أنا عملت واحد اتنين تلاتة والأكونت اتقفل بسبب كده. تحضر لايف، لايف ولا حسابك؟ الحساب كله اتقفل ومش راجع عشان اللي قافله موصي عليه قوي. مين قال لك مش راجع؟ والله كتير قال لي هنشوف ومحدش شاف، ما وانا شفت معروفة عن ليه؟ طريقي وما شفت وما ما معرفتش افك الاكونت. اسمك ما عاد يطلع في التيك توك، حسابك ما عاد يطلع، حسابي ما عاد يطلع. ايه؟ يعني لما اكتب مداهم يطلع لي حسابك؟ لا هيطلع لك كده. اعمل ايه رايك يا حماده، اطلع لك كده. شايفه كده؟ طيب مداهم، يعني مداهم انا قبل بشهر صارت لي الشغله هذه. انت عندك بقى ناس وجبت معاك وفتحت، وانا ما عنديش. لا ما وقف معايا ولا حدا. امال رجع ازاي؟ صليت الفجر ودعيتي؟ لا انا كلمت شخص، لكن ما معناه كلمت شخص هو يرجع في الحسابات، معروف الشخص هذايا، بس انا ما كلمت ولا مشهور ولا حد رجع، ولا كلمت الشخص هذايا يعرفوه اصلا الناس. مين؟ مش كان انت صار معاك الموضوع هذا؟ على فكرة الشغلة هذه صارت معايا انا، مع كل المشاهير في نفس الفترة اللي فاتت، شهر ثاني تعرفوها، ذكرت تذكروا جماعة، صحيت بلاقي حسابي، يعني انت ما عملت ولا شيء وانا ما عملت ولا شيء، صحيت بلاقي حسابي متسكر. ثواني إبراهيم، هيني راح أسمعك إبراهيم، راح أسمعك كل شيء إبراهيم.
هاي اللي رجالي يعني مثلا لازم ترجع لنا تضحكي. حتى ستوري شفت زيك انت حسابي، هاو حسابي اللي كيف كيف هاي نزلت ستوري انا حسابي، هاو شفت كيف ما عاد يطلع. شوف شوف انا عشان ما ندخلش في خطيه وما ندخلش في موضوع، انت معايا في الانستغرام هسه. اوكي انا الانسان هذايا منزلت له ستوري، يعني لازم ترجع لنا الضحكه. هو اللي رجع لي حسابي، منش نتفق رجع لي حسابي في نفس الدقيقه، باش انا ما نكونش يعني نقول لك انا رجع لك وما رجعلكش. انا ببعث تسجيل هسه معك، هاي ابراهيم ببعث له تسجيل، بعطيك حساب وتتواصل انت معاه مداهم، رجع حسابك رجع، يعني ليكون انا اللي بشوفه انه حسابك يرجع. اذا نفس موضوعي صحيت الصباح لقيت حسابي مبند، انا كان بقالي قبلها 3 اسابيع ما بفتحش لايف كمان. من قبلها، من قبل ما الاكونت يتقفل ب3 اسابيع ما فتحتش لايفات اصلا. بند ما مش عارفه بند زي ما انا صار لي، انا شميته يعني في شخص يعني ما عرف شميته، فهمت؟ صحيت لقيت حسابي زيك انت. هاي ابراهيم راح ابعث له معاك. هلا ابراهيم كيفك شخبارك؟ ابراهيم نعرف انك انت سويت معي شغله حلوه وقت اللي رزعت لي التيك توك تبعي، في شخص اسمه مداهم مصري نفس اللي صار معايا بالضبط نفس موضوعي. شوف الموضوع ابراهيم ارحمني، هاي معايا هو لايف، اذا تقدر ترجع هو نفس موضوعي يعني حسابه ما يطلع نفسي انا، اذا بالله تقدر انك ترجع له حسابه رجحه له، وعندك مني انا ومنه هو احلى منشن واحلى ستوري في العالم. انا هسه عملت اللي علي، شوف هاي ابعث له الفويس، هسه ببعث لك انت حسابه على الانستغرام، انت اللي تتواصل معاه عشان تعطيه اليوزر تبعك، ما تعطي لا باسورد ولا شيء على فكره، لا تعطي باسورد لا تعطي ايميل لا تعطي ولا شيء، يعني بقولها قدام الناس كلهم. ابراهيم بفوت يشتغل مع شركه التيك توك، اما ما شاء الله عليه بيرجع لك اذا هاني انا عملت اللي عليها، هاك بعت لك حسابه مده ان شاء الله بيرجع، اذا زي انا بيرجع ما فيش ولا. والله ضحى انا ما فرقش معايا الاكونت قد ما فرق معايا الناس اللي كانوا عاملين جدعان. بس يا اخي مداهم سامحني ايه؟ هذه هي الحقيقة، هذه الدنيا. لا 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 كتير قوي كانوا عاملين جدعان بالاونطة وهم ولا يعرفوا حاجة عن الجدعان اصلا. مثلا كيف مداهم كيف؟ قسما بالله يا ضحى في ناس ما كانت حابة رجوع البرنامج تاني. أكيد في ناس يعني ما بت لا مش هشكرها طبعا، هشكرها لما الأكاونت يرجع، والشكر ببلاش. تشكرني والله؟ لا ما تعودش أقول لحد شكرا بصراحة. طيب عادي، لانه انا مداهم شوف يعني انا ما بحب ابعث لناس واشخاص مش فاهمه موضوعك. انا ما مداهم فترة اللي فاتت كل عديت فتره صعبه بصراحه، وانت اكيد شفت وخي ما الاكسبلور ما تيك توك ما عاد افوت، وفتره اللي فاتت كل تيك توك ما عاد افوت ما ركزتش. أيوة في الموضوع في السناب هتخش التيك توك ليه؟ طيب حلو حلو عجبتني منك، ما بفوت للتيك توك صراحه، قاعدة في السناب والاكسبلور خليته الاكسبلور، فهذا عمل فيو عمل شاف شاف الـ شاف الـ الرسالة. والله ابراهيم شاف الرسالة. ابراهيم ارحمني يا اخي مديم، شو انستغرامه هو ايه البتاع اللي انا اخدته ده؟ حبيب القبطان مديم ابعت لي رسالة على الانستغرام، ابعث لازم تتشهر يعني، كلهم عايزين يطلعوا ترندات على قفانا. فين انت؟ ايوه ايه ده اهو، ابعت لك صورة تعبان. احكي له بعد ابراهيم ارحمني خليك بحسابك المبند للابد. احلى تحية لابراهيم، احلى تحية.
ادي ابراهيم جاب دورافها. خلص خليه بمزح يا طه بمزح. خلص خليه يرسل لي بس ما يكون لاعب بالحساب، يعني خليه يرسل لي مباشرة يحكي معي عشان احاول ارجع للحساب. طيب بعت لك حسابه. انا بعت لك سناب اهو. شو عمل بيك سناب؟ انا انستغرام. انستغرام. بعت لك انستغرام. هو منين ابراهيم؟ اردني. لحظه خلينا ابعث له حسابه. كان يبعث له انت هيك ابراهيم. هيكلمني في انستغرام؟ ايه اعطيته موثقه. اوكي ابراهيم موثق حسابه فيه 400,000. رد عليه بارتاجي السفوفيل. هو ده؟ خلاص اوكي يا ضحى ماشي. علشانك ارسلي لي خليه. علشانك دي يا عم؟ عشاني عشاني عشان لما يرجع حسابك بذلك. مش عايزه. الله ابراهيم والله شكرا 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 يسعدينك. اسمع هو نفس موضوعي على فكره، بس هو يعني ما لقاش ناس اذكياء زيك. يعني شو نعمل؟ عادي عادي ما صعبيننا معاهم يعني. طيب كده الاماره ان شاء الله ما يكونوا ليش لاعبين لك عاد بالحساب، لانه حسابي في دقيقه رجع. في دقيقه؟ لا والله والله في دقيقه رجع لي انا حسابي. بصير تبكي وهاي في مصاري. شيفو والله العظيم ولا زعلت على الفلوس ولا زعلت على الحساب، بس زعلت على الاشكال الواطيه اللي انا كنت معشرها. لا لا بيرجع بيرجع عادي وعادي بيرجع. وبترجع يا مداهم للساحه وبتقهرهم اصلا الحساب كله يعني. حبيبتي انا قاهرهم بحساب لسه عامله اول امبارح والله. جديد هذا ما شاء الله. انا اول ما فتحت لايف كان لايف فيه 22,000 بس خدت تحذير ورستارت. شو عملت؟ شو يا بيقولوا لي تحرش وتنمر، انا بتاع الكلام ده. على العموم شكرا يا ضحى. طيب احكي معاه احكي معاه والله عادي يقدر يرجعوا لك هسه في نفس الدقيقة. لا والله هو جميل قوي كده. والله احكي معاه هسه وبس تعطيه اليوزر، يعني اذا عندك سكرين لحسابك قبل ما يتبند وخلص. قبل ما يتبند ده في 5000 سكرين. حلو ابعت له هذا يقول له. حبيبي يا ابراهيم عامل ايه؟ انا مداهم للاكونت بتاعه محظور. ابعت لك انت عايز ايه بالظبط؟ شو عايزين وعليا احلى تحيه لابراهيم اذا موجود في اللايف. مدام شو بدك؟ جوله بدك؟ شو انت حمل جوله معايا؟ شو يعني انت عندك مستوى ليا؟ هسه كنت بحكم في ملاحي تدري. طب وايه يعني ملاحي مش مداهم؟ بموزو الاثنين بنفس الام ميم. مداهم ملاحي. في فرق بين ميم وميم. ميم وراها 3 7 تختلف. تعال اليوم صلخ جماعة، ما خسرنا ولا جولة، ما خسرنا ولا جولة. صلخ اليوم صلخ. ما حدش يكبس يا كتيبة. خطة 2 بعدين تكبسوا في الدبل. اوكي يلا ما بعد جماعة يكبس. ما حدش يعمل اي حاجة. خليكم في الكومنتات هزروا واضحكوا واتبسطوا ولا تحسوا ان انتوا داخلين جولة. دقيقة واحدة بالظبط نرجعهم مكانهم. محدش يكبس. اهدوا اهدوا جماعة. انا بس عايز اعرفهم ان الاكونتات دي مجرد ارقام. احنا ولله الحمد. حسابي انا مجرد ارقام. هنشوف. انت ده انا قلت لهم ما تكبسوش ومعدينكم تكبيس يا جدعان. ما تكبسوش. انا مش راح يكبسوا الا ما تقولهم انت كبسوا. هدوا هدوا يا كتيبة هدوا هدوا يا كتيبة. وليد ويلكم يا وليد ويلكم. جماعة يضربوا يبدو يصيروا يكبسوا في الدبل لأنهم ما عندهمش هيك. هدوا يا كتيبة هدوا. هنصلخهم صلخ دلوقتي.
مريم محمد ويلكم كردش والله كردش وضمة اثنين داعمين عندي من ده آخركم في التكبيس يا ضحى. هو النت واقف عندها ولا عندي؟ عشان دي اشكال ضلة. شوفوا السلكان، مفيش سلكان. الحمد لله انتوا ما كبستوش. اه والله دبل جماعة، دبل علق عندي الدبل، الدبل جماعة. ها ضحى نبدأ ولا ما نبدأش؟ صقر جمل 10,000 نقطة جماعة، صقر جمل نقطة كتيبة. كل واحد فيكم وردة. شيفو لخصها، شيفو جماعة 10,000 نقطة. حيك حيك يا إبراهيم، يسعد دينك. موجود هنا إبراهيم، لديكم لا خوف عليكم. على فكرة إبراهيم قالت لي لو كسبت هخلي إبراهيم يفك لك الأكاونت. شو يعني؟ يا ده حكم يا إبراهيم، معلش أنت لازم تفك الأكاونت عشان هجلدها. والله يسعد دينك يا برهوم. والله هاي إبراهيم جماعة، يلا كتيبة حاضرين. ويلكم يا بزير تونسي. رجع اللايف جماعة، شو اللي عنده قفل؟ لا لا عادي خليه يفوز. تبدأ من الصفر ل 100 في ثانية. فلسطيني ويلكم. إذا أنا والله إذا تقدر تشوف له الموضوع شوفوا له. كل الناس ما يعني أنا اليوم طلبني وبدنا نكون معاه يد واحدة. لأني حالة إنسانية يا إبراهيم واستاهل، شايف الناس بتدعمني إزاي؟ صعبان عليك. مش كان عاطي غنية و يسعد دينكم يا كتيبة، يسعد دينكم يا كتيبة. إيه ده؟ هو أنا إزاي طب 14؟ إيه ده؟ هما ما اتحسبوش؟ يا نهار أزرق يا شيفو، أرحب يا رؤى. لو كانوا اتضربوا في الأول في أول الساعة دول، لا هو كان زماننا توب 1 أقسم بالله. ايه ده؟ اتحدث. شو اللي اتحدث؟ توب 3، بقيت توب 3. وشت، لا أراكم شيئا، لا أراكم شيئا. شيفو قلب أخوك يا شيفو، أقسم بالله قلب يا شيفو، بطل ابن بطل أقسم بالله. شيفو يا شيفو عمل عظمة النهاردة والله. عرفت إن في فرق ما بين الميم والميم؟ ها هقعد اعلم فيكم لحد امتى؟ هعلم فيكم لحد زهقت. قلب يا فاروق، كتيبه بيج لاف، شيفو قلب يا شيفو، ليونا الشبل، ايه ابو رحيم، احمد غلا، نجعاوي، حكمت القبطان، شرقاوي، كتيبة بيج لاف ذا كتيبة. ضحك حكيمك. الحكم الأول 80 جلدة. حكم تجيبي كرباج سوداني
وتجيب اختك تجلدك 80 جلده علي بابا قلت بالكرباج. له روح. ده الحكم الاول. ده راجع انتقم، انا راجع انتقم البرنامج كله وكل اللي يدخل اشمعنى معانا انا فيه. وحسابك يتبند وتتنتقم مني انا شعبت لك؟ لازم انتقم، لازم حج ولا ولا حج وحج كتيبة الانتقام. عادل ينتقم على الطلاق، اكتبها دلوقتي. يا اخي تعرف من مين تنتقم انت؟ لازم من مين هو بقى؟ من اللي بعثت له رسالة وما ردش عليك وما ساعدكش ولا قال لك بساعدك؟ من اللي بعث لك رسالة وقال لك بشوف الموضوع عليا وصاحبي ومداهم وصاحبي وقال لك بشوف الموضوع وما شافلكش الموضوع؟ هذوما اللي تنتقم منهم، مش تيجي تجيبنا احنا. كنا اللي حكى معاكم ما حكيش مع تنتقم، مش دخلنا فيك احنا. لكن لازم. جد اذا في شخص في الخاص قال لك عليا وعليا ومعايا، ولا في اللايفات قال لك عليا، ولا فتح لايف وقال موضوع مداهم عليا وما سوى ولا شيء، هذاك يستاهل الانتقام. لكن مداهم يا اخي كل الناس عندها مواضيع، كل الناس انا قسم بالله فتره فات تعرف الناس كل واقفه مشاكل يعني. انا مستنيهم، مستنيهم ادخل معاهم جستاب بس. اي ما انا معاك كثير موضوع. ماشي يا حرام من ديني، محل حد ده. انا جاي انتقم على الطلاق، جاي انتقم. انا مش فارق معايا حتى لو الاكونت ده طرد دلوقتي، انا ما عنديش مشكله، بس جاي انتقم. بس في مثل مصري يقول لك اضرب المربوط يخاف السيف، فانا لازم جيبهم اجلدك جيبهم انت. خلينا نعادي نتبند مع بعض، خلينا ننتقم مع بعض. هي انا مشاكل ماشي، خلينا ندخل مع مدام على الاقل. مدام وراه، يلا يا جماعه يلا ورا من هنا. بص تموت في المصايب، هم البنات كده. يا ربي حبيبتي يا يا ضحى، الحكم الأول. الحكم الأول نزل سكور، هديها حكم بسيط. تكتبي في البايو عندك لمدة أسبوع مداهم عاد لينتقم. مداهم عادل ينتقم. حاضرين باه. مين فاتح عندك من الناس اللي نعرفه؟ هاتيهم عشان انتقم منهم قدامك. مين بدك انت؟ طيب عندي بنت دبي، عندي جوليان، عندي كندر، عندي عندك كندر؟ هاتيه. وين الموضوع اليوم؟ هاتي مش راضي يقبل. والله العظيم لو اوريهم واحد واحد والله واحد واحد. رفض رفض مش عوي. أول مرة على فكرة. مدام والله أول مرة يرفضني. هاتيهولي. اي واحد ضروري 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 تقنعوه يا ولاد. هاي يوم تلدنا مع بعض. هاي ضحى رحت بالعظمره وده عم ضايفك يا نيرة. لا يا راجل قلت لك قعدت نشر وعلقت لك ونزلت حسابك عندي، بس انت ما تشوف شكلك. تعال تعال خيرك يا اخويا. اخويا عملت ايه؟ صقر. ها انت بتقول عملت ايه؟ ضفتك وعلقت ودرت قعدت نشر وسويت كل شيء. يا كثر خيرك يا كندر والله. والله من غيرك شوف ما جيت حتى تشوفنا. لا لا عتبه مداهم. شوف ما جيت حتى يا تشوفنا. يا اولاد مداهم شوفنا مجاهد يا قفاص برا بيع انفاس. مداهم يا قفاص برا بيع انفاس. هذا مش معقول. مداهم بتاع الفول. هذا مش معقول. وش في وش في مداهم وش في؟ انتوا بتشتموا؟ انا دائما نشويكم اليوم. احنا نشتم؟ نشتم بالليل؟ احنا نقول لك برا بيع برا بيع سندوتشات يعني. يعني انتوا بتبيعوا سندوتشات ولا انا؟ انت برا بيع سندوتشات. تعال اديك سندوتش سوسيس حار نار. شو شو حار نار. مبروك الرجعه يا مداهم يا حبا خلبي. الله يبارك فيك. اخيرا اخيرا بعت لك شنب، صرت زلمه. انت عارف اني زلمه من زمان، انت اكتر واحد عارف. اضرب الباب اضرب اضرب. لا لا ماشي، خليه مفتوح خليه مفتوح خليه مفتوح. ماشي يا عم. قرفتني يا عمي، كل شويه تبعت. الله وين مداهم يا حب قلبي؟
انتوا قاعدين يا اسطى بتعملوا ايه؟ لا بناكل. تاكلوا؟ ايوه. ارحم يا الكينج. الكينج يا ولاد. فوز يا كتيبة عند الطرف. مداهم مداهم نحكي لك شيء، لو انت فزت الجولة هذه انا اعتزل البرنامج. اعتزل يا كندر. يلا اوكي. شيفو هدا شيفو. جماعة تكبيس تكبيس يا رجال. التكبيس على النظارة التكبيس على النظارة. تكبيس 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 تكبيس. ارحم يلا يا كتيبة. يلا تكبيس. ارحب يا الوحش. 3 في 5 على النظارة. 3 في 5 على النظارة. تكبيس نعاونوا الشباب. تكبيس تكبيس نعاونوا الشباب. 3 في 5 على النظارة. جيب جيب مناديل جيب مناديل. جيب ملايين بكا. جيب جيب. تكبيس 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 يا رجال تكبيس تكبيس. جيب يا حبيب قلبي. يا كتيبة التكبيس ده كتيبة. احنا 23,000 في اللايف. ما يصحش. نشد تكبيسة كتيبة. نشد تكبيسة كتيبة. احلى حميدة في الدنيا. مع بعض كلكم. 3 في 5 على النظارة. 3 في 5. لا 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 بإذن الله ما نخسروش بإذن الله. بإذن الله. توكلين على ربي احنا. تربلة. جماعة تربلة. تربلة. صقر. صقر يا رجاله صقر. تربل يا كتيبه. مع 10,000 صقر 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 صقر. شباب صقر. شباب صقر. مع بعض يا كتيبه. التربل. صقر يا رجاله صقر. صقر ينزل صقر. شيفو يسعد دينك يا شيفو. على الطلاق. يا جدعان ما مع شيفو كده، مع شيفو ما تسيبوش راجل لوحده. جماعه صقر. ثواني الاخيره. ثواني الاخيره. شكلك هتلم اصحابك وتيجي. ما تفقدوش الامل يا رجال، ما تفقدوش الامل، ما تفقدوش الامل، ما تفقدوش الامل. ما نفقدوش الامل يا تريس، ما نفقدوش الامل. يلا. روح عن الطيارة كتيبة. شيفو هاي عن الطيارة. هاي شيفو هاي 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 هدي شيفو يا شيفو يا شيفو يا شيفو. سير 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 سير. ما نفقدوش الامل يا رجال، ما نفقدوش الامل. بوظها. ما نفقدوش الامل يا رجال، والله ما نفقدوا الامل. بوظها شيفو قسما بالله بوظها. ما نفقدوش الامل يا تريز، ما نفقدوش الامل. يسعد دينك يا شيفو. هاي شباب شدوا شدوا مع بعض، شدوا مع بعض. عادي عادي سكورهم عادي. عادي الشباب اللي يدخلوا عندنا ولا سكوراتهم عادي والله. والله يعتبر سكور عادي للشباب اللي تدخل عندنا والله. لا والله بنسكر ونكمل. انت اول مره حدتني وخسرت التحدي. لا لا ليش خسرت التحدي؟ ليش خسرت التحدي؟ مازال حبيب قلبي دائما العب جولتين. لا 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 جوله واحده حبيبي. مين قال لا العب جولتين؟ ما تستعبطش، عمري ما لعبت معاك جولتين. انا دائما العب جولتين انا وياك والله. والله كذاب. والله نلعب جولتين. المرة الأولى لما قلت لي لو كسبتني المرة دي هسميك كبير البرنامج أو حاجة زي كده وكسبتك. دي تاني مرة تلم صحابك وتيجوا تشرفوني. يلا حبيب قلبي لو فزت الجولة الثانية نجوا نشرفوك حبيب قلبي على عيني وراسي. هي جولة. أنا بلعب معاك جولة. يا يا شيفو يا شيفو يا شيفو يا شيفو.
فجرها قسم بالله فجرها. نور يا الملك النور، نور يا الملك النور، لك يا شيفو نور يا الملك منور. ده في اكونت مسمي نفسه مداهم عادل ينتقم رحيم بسين الناس الموجوده جميعا والله شكرا لك يا رحيم والله الملك الناس الموجوده جميعا والله شكرا لكم والله رحيم يا قلبي شيفو والله ما في كلام يا قلب اخوك يا شيفو تسلم لي ربنا يديم المحبه يا صاحبي الطيار الشيف احمد فاروق محمد لطفي افتح مسكر يا سام شو تبعش سكروا فيه بواب شني قلب يا شيفو خلاص خلاص نجوك مداهم خلاص الحين حط اعطي حكم ثاني اعطي حكم ثاني الحين والله الحين احكي لك شيء ما عندي سياره الحين اطلب اوبر اللي بينعرف انهم ما قد كلمتهم انا مش قد كلمتنا بس خلاص والله نفس الموبايل اسمع شجل الرقم هذا شجل ابعت عليه قول 0092 يلا 092 671 671 7 7 ما هم اتصلوا بيه بعدين الناس والله طب انت بتقول لي خذ الرقم اللي قدام الناس والله كلهم يكتبوا سجلوا الرقم بالتعليقات عندي طب ثانيه ثانيه انا احلها لك طب مش انت عندك الانستغرام مربوط بالاكونت ده لا مش انستغرام سجل الانستغرام هذا سجل انستغرام احمد ها تلقاه ضايفني انا دخلت عندك على الاكونت اهو تلقاه ضايف اسمه حماده فين حماده 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 تلقى هذه حاطه كيميلا صوره حمراء تلقى اني تلقاني ضايفه ده اكونت تيك توك ولا انستغرام لا انستغرام انستغرام طب ما انا طب هات اقلب الكاميرا وحط التليفون قدام الكاميرا كده دير ثلاثة شرطات ثلاثة شرطات ثواني ايوه طلع لك لا وش دي لا جبت ثلاث شفطات ثلاث انت حسابك في نفس هذا نفس الواحد لا حساب رابطة. اعمل ثلاثة شفطات تحت بعدين اكتب الاسم وثلاثة شفطات في الاخير يطلع عملت كده ما ظهرش انت مش رابط الانستغرام اهو قول اخش على سناب مش عارف دقيقة 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 خلنا نبحث عليه استنى استنى ام شبشب مش عارف كم عندك 321 ضفتك ها وبعت لك الو ثانية يا اخي اسمه حماد ها اسمه حماد 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 يعني ضفتك اول شخص ايوه تعال هاش مطلب اوبر تعال ما يشوف احمد ايه هاشم بعد تقول هاشم تعال اطلب اوبر كم الرقم المصري بدايته 002 002 هذا رقم مداهم 0 عادي وزع رقمي هتلاقي كل اللي بيتصل بيا بدي له رقمك انت 01 5 كمل في اخر ثلاث تبعات 0
أربعة. أنا لسه قايل الرقم آخره ثلاث سبعات، ما تستعبطش، ده الرقم ده مش مع حد. قديش تعطوني اللي أعطيكم رقم مذهب بسرعة، قديش تعطوني؟ أنا بعطيك بس تيجي. خلاص ما راح أجي، يلا انقلع. يلا سلام. خلاص أنا بعت. عاش والله. أنا في ناس عمالة. بص أنا متابعك من بدري وعايز أقول لك كلمتين اتنين. قول يا الأول. أنا متشكر إن أنت قبلت بعد ما طلعت عين أمي. قول يا اسطى. معلش حبيبي يا صديقي. حبيبي يا صديقي. الايميل ده بتاعك ده الجديد صح كده؟ اه. الايميل القديم كان فيه لقطه انت عملتها مع بنت بالمكنه. بامانه اقسم لك بالله انا انبسطت قوي ان في حد في البرنامج ده، مع انا اسف للكلمه، في منه 70 80% رايحين في داهيه، و20% ولا 10% للناس محترمه ناس كويسه. حبيب الله يبارك. والله يا اسطى انا من بعد اليوم ده بقيت كل ما اتضايق اشوف البت فرحت وعيطت من كتر الفرحه. ايه ده؟ إيه يعني إيه؟ انا والله العظيم ثلاثه ما عشان بكلمك انا خلاص كنت قربت انا اعيرها معاها. اه يا عم والله العظيم تصدق بالله عيطنا. لا اله الا الله. والله شوف الموضوع عدى عليه بتاع سنة ونص، أنا لحد دلوقتي ما أعرفش أنا عملت ليه كده، بس هو بص هو ربنا بيجعلنا لبعض أسباب بس. بالظبط، أنت بتديها مثلا طاقة كده إيجابية إن هي بدل ما تفضل تعيط أو تفتكر الموضوع بتاع دماغها ده، فتلاقي حد كده بيجي يديها طاقة إيجابية. أنت بصراحة الله يبارك لك. ده بيكون رزق ناس عن طريق ناس، بس من غير ما يعني ثواني بس هبقى للشخص ده لك. ابعت لك اللوكيشن. ايوه انت صوت في الجو اللي قبلها. ها صوت لا. ها هلا نوت من نحكم ما منش المدهن تبغى نحكم. جيب لي واحد اوف 40 دقيقه مدهن بعيد علينا. ضبطوا الدنيا عشان كندر والناس جايين. حاول 40 دقيقه بعيد علينا. اسطنبول لي. طب وايه يعني 40 دقيقة؟ ده حكم يابا انا مالي. تنموا بعضيكوا وتيجي، مش عايز كلام كتير. بالظبط والله جايينك. لو تصور انت اصلا صعيدي صح؟ هتاكل فول. انت صعيدي اصلا يا صديقي. دلوقتي لما ابص هتاكل فول. تعالى. وطير الكسر يا مداهم جالك. تعالى يا مداهم. يا غالي. انت صعيدي اصلا صح كده؟ انا من سوهاج ومولود ومتربي في شبرا واقل من اي حد هنا. لا يا عم انت قد الدنيا. انا نزلت عندك ثلاث ايام في سوهاج السنه اللي فاتت. لا يا عم انا بقول لك انا الصيف الجاي ممكن اروح سوهاج بدل ما اصيف في اسكندريه هصيف في سوهاج. حبيبي يا غالي والله العظيم صحابي هناك جايينك حاجه جامده جدا. الجو هناك في الصيف جميل جدا فوق ما تتخيل. حلوه بصراحه. جميله والبليانه دي منطقه نظيفه ومنطقه جميله جدا. البليانه خليه بت. خلاص نشوف البت. نشوف البت. منطقه رايقه قوي ونظيفه وفيها ناس كتير محترمه جدا. حبيبه دولة على راس يابا. حبيبي يا كبير والله. يلا كنت ها قفل وتعالى. عايز حاجه زيزو؟ لا قفل ما راح اقفل. حبيبي شرفت بيك يا ابو داهي. هروح بالبت وهتضل معاه ولا العب جولتين ما دام وصلتك نص طريق. نبعت لك تقبلني. ماشي حبيبي يا زيزو. خلاص دقيقه لو حبيبي يا حبيبي يا غالي. حبيبي كم دقيقه لو اخويا عايز حاجه تنطر. حبيبي يا مدا. حبيبي طول صاحبي انت.
عارف اضيف يعني، مش عارف العب مع واحد، والله ما عارف العب مع واحد. لا اله الا الله. طب يا عم ما خلاص يا عم، يعني انت عايزني اقل منك قدام الناس عشان خاطر يقولوا علينا وحش؟ ما خلاص يا عم تسيبني بقى يا عم، في ايه؟ لا اله الا الله. يا اخي مش كده يا اخي، الله يخرب بيتك. ايه يا عم ده يا عم، انت مطلعني كفيف ليه كده؟ مش شغال. لا مش شغال يا اخي. طب يا اخي بتحرجني. نساء كلب دخل الجنة يا ابن الوسخة. يا اسطى هو فعلا رسمني كفيف بجد، كفيف ايه ده؟ ايه ده؟ هاي سلام. لا في الاغاني عشان مش سامع. عامله ايه؟ عامله ايه؟ ايش كيفش عامله ايه؟ فهمتكش. ايه اخبارك ايه؟ ايش حالك؟ الحمد لله شنو؟ يا رب دايما. انت منين؟ مغرب. اجدع ناس واجمد ناس. انت ربي يخليك. عنده كونيكسيون تقيلة شوية. كيفاش عنده اللايف؟ عنده كتب لك ميساجات بزاف. ايه؟ عندك الشحنة. عندك انترنت قليل شوية. انت سمعاني يا حبيبتي؟ اسمعك عشان تسمعني. اي اسمعك. انت من ام المغرب؟ شحال كان كسكس والارقام الهجيج جوك ما عجبنيش. حاسسها بيض كده. هل البنات الحلوة أغلبتها كده؟ آه سبحان الله. إيه ده؟ تعالي تعالي. آه هو أغلبية البنات الحلوين بياخدوا مقلب في نفسهم أو ليه مش عارف. مين دول؟ انا رجلي جالها شلل رباعي. رجلي نملت على فكره. ده صوت الكرسي عشان ما حدش يقول ده صوتي، والله من الكرسي لسه الفخاد عندي بتطبق على الكرسي الجديد عشان ما كنتش عندي كرسي من ده، كان عندي كرسي التاني بتاع الموظفين ده. الحمد لله بفضل الله وبفضل الكتيبة جبنا كرسي من بتاع العالي اللي هم المستويات اللي في العالي. والله اول كان عندي كرسي بنوسخ قبل الديسك. اخرب بصوا يا كتيبة، أنا هديكوا 5 دقايق. الخمس دقايق دول تروحوا في اللايفات تكتبوا لهم مداهم عادل ينتقم. في اللايفات تمشوا تكتبوا في اللايفات مداهم عادل ينتقم 10 مرات في الكومنتات وتروحوا تشوف حد تاني مداهم عادل ينتقم عبال ما اكتبها عندي هنا.
لازم انتقم، لازم. مش عند حد معين، عند كله. تكتبوا مداهم عادل ينتقم، انتشار جماعي. عبال ما اكتبها عندي هنا. هي عط قلبي يا شيفو، اخرها تيه مربوطة ولا هي عط لانطق؟ عشان اكتب عندي عط لانطق. هي مربوطة صح؟ عط لأنتقم. أحط وش غضب وداهم عادل ينتقم قلبي رحيم. ثانية بقى عشان أشكلها. بس كده. عدت لأنتقم. قلبي اليون مداهم عادل ينتقم. ايه والله انتشرته في اللايفات ولا لا؟ انتشروا في اللايفات، اكتبوا لهم مداهم عادل ينتقم. ولاد الصرماتي انا اوريكم. اهلا شلونك شو اخبارك؟ ارحب ارحب نور حبيبتي يا حلا، عامله ايه؟ الحمد لله ولا شيء. انت عامله ايه؟ وينك وينك يا مداهم؟ ربنا رحمني من اشكالكم الضاله دي شويه. يا وسخ مدام شنو؟ شنو قال؟ شنو قال؟ شنو قال؟ مش اسلوب يا مداهم، مش اسلوب. ذاك يا مداهم يا عسلي. بس يا وطن عيب عليك، بتقول لي علينا؟ سألت عني؟ حسبي الله عليك. والفيديو اللي كنت منزله كان ايه نظامه؟ فين الفيديو اللي انت نزلته له؟ طب انا من اول اشخاص اللي سويت لك الجمهور بقى. لو انا ما نزلتلكش فيديو وهو ما جالكش موجود وشيروا لك بحق. انت بترن عليا كندر؟ لا لا بيرن مين؟ كندر الليبي اول واحده. روحوا قولوا له يا مونا. لا ده حد تاني. الو حبيبة قلبي، مين ايه الصوت الحلو ده بتاع مين انت؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامله ايه؟ كانت حالة؟ حبايبي لا يروح، انا مش هيدول. وانت حالتك عامله ايه دلوقتي؟ لا يروح لا يروح ما تتريقش عليا، اسال العالم. حرام ما تتريقش عليا. لو انت ما شفتش براحتك ما يشغلنيش. بس عشان في دبل دلوقتي. يا بنت حلايب يا اخويا. النضارة فين؟ شيفو 22 وردة ولا ما اعرفش ايه تعمل ولا ايه كده عند الدارة. انا في بعض يا اخوات تكبير 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 على كبسه شايره علي الطلاب. برنامج كله بيتركب واحنا اللي هنام. حبايبي الستور جدا سهل، اخرس سهل. الفرق تكبيس، اخرس يا قليل الذوق. الكلام ده انت بتقوله لمين؟ كله على الطلاق. ما شايفين حد. عمار شلونك يا عمري؟ هلا يا حياتي، ازيك؟ الحمد لله وحشتيني يا عمري. الحمد لله. هو والله من اول ما دخلت ما كلمت. رقم اثنين عندي يسعد دينك يا شيفو. قصة وحكاية ورواية والله ما تعرفوا مني شيء والله يا ولاد. الثلاث سبعات
جماعة شيرون حلا وين مستوى حلا كل ما نلعبش معاك نلقاك عندك مستوى انت وين مستوى شيرون شوف كندر مستوانا شيرون والله العظيم يا شيفو كبسو انت تتكذب وما يدخل معنا الا يكون على مستوى كبسو شيرو بيدو يا عمري ازيك يا عمري انا كم دقيقة بس حبيبي كندر ما يشتري من ناس ما عرفوا مستوى كبسو شيرو يسعدنا بيدو انا اقول لك كندر هاي راس حميد شنو يسوي بفوق راسك؟ شنو هاي انت حاط؟ يسعد دين الكتيبة حي غير الصورة حط صورتي مداهم ايه يا ام عمر ايش شعورك بعد ما الحساب اتقفل زعل؟ انا زعلت على اللي كنت مفكرهم رجاله حبيبي فوزوني بليز لا رجاله بقى فين الرجاله انا مش من ضمن الرجاله انت راجل متحول اصلا يا ام عمر ودايره تشتغل الناس اخلص واحترم نفسك لمسخرك اخر مسخره انت عطيس ولا ايه اداهم عادي انت ان شاء الله لا شكرا هو بيمشي في اللايفات يعني ده شغل تهديد ده ولا ايه النظام والله لا انتقم تنتقم على مين يا حبيبي صد دي في وشك من كله مين يا بابا انت عليا الطلاق صلوا على النبي والله كل واحد لا يتحاسب والحساب لا يكون عسير الحكم الاول يا بنت حلا ليش انا احكم كندر ما انا كندر لسه حاكم عليه وجاي لي في الطريق اوكي شنو احكامي تحكم عليه شنو حكمي حكم الأول تكتبي لي في البايو عندك لمدة أسبوعين أوكي مداهم على المنتقم انزي حالة ما فيش حكم قولي لها ما فيش حكم حالة قولي لها هيك لا لا عادي مداهم أخونا عادي أسبوعين كثير لا أسبوعين ما أحط والله يعني أكثر شيء يومين أكثر حكم انت مالك انت يا كندر انت ما بتتدخل في انت تستقبل احكام زيها تخصني تخصني اكتب اشكال حبابية بالبايو والله اكتب مداهم ثلاث سبعات رجع بالقوة ما اكتب هاي ينتغم وتنتغم تكتبي لي في البايو عندك لمدة اسبوع مداهم عادل ينتغم الحكم الثاني حكم الثاني تعملي والله الحكم الاولى عادي يعني تعملي دويتو مع اول فيديو نزلته ماما ليش عادل ينطق انا بضحك مش احسن معايا مثلا شيفو قلب يا شيفو يا جدعان رقم اتنين عندي اللي حاطط علم مصر وبريطانيا اسمه ايه اسمه الطيب رحيم ابو سفيان الشبل علي جعاوي ليونا يا قلبي ده انت في مدينه نصر ابراهيم ها مداهم انت في مدينه نصر ولا مصر الجديده مصر الجديده الله يخرب بيتكم ويخرب بيت مداهم مداهم عاد الناس بتاع كله منشور مش عارف ان متابعيني مش عارفين يكتبوا كلمه عشان احنا جينا علي الطلاق وحضرنا مداهم عاد ينتقم مداهم عاد مداهم شنو حكم الثالث؟ على الطلاق رجالة فرعون قلب يا فرعون أنا عايزكم تمشوا في اللايفات كلها مداهم عادل ينتقم من الأشكال الضالة أكتب قول لهم يكتبون مداهم عاد أقوى على العب شغلة ثانية العب إذا ما وصلنا العب يلا حبيب كبسو أنت هتنفذ أنا حكم يا حلا خلاص صرت نفذت الحكم صرت نفذت نفذني حط يا اخوي مش محول هالصور هكتب للصبح ها شنو الثالث حكم ثالث حكم 80 جلدة جماعة قلت لهم مني في السيارة مداير صورة لو نلاحظ الصورة منو نحضر يكتب يحول الصورة اول جول شكو اول حكم بس مو لمدة اسبوع اكتب لمدة 6 ايام سكوري مو يومين 25000 يسمح لي اني اكتب اكتبي قيش ماما يا اخي شايفه كده انزل لي هاي السكوره ما حكم يعني احكام هاي و يعني اديتك احكام اوكي انفذ البايو والله يعني
اسبوع سكوري 125,000. انا ما لقيت اعمل متعكه تحت دي مدعم. ايه انت بتعمل لي ميوت؟ لا حبايبي نلعب الجولة الثانية. والله العظيم لو ما خليت الجولة انا يعني ادري ايش اسوي وياك. طب اخرج انا بقى عشان شنو اكتب؟ تمام شنو اكتب؟ اكتبي في البايو عندك مداهم 3 سبعات عاد لينتقم اسبوع. احلى قش ام عمر هنا شنو دا يكتب؟ انا حكتبه. ايه؟ هنا بالبايو شنو دا يكتب؟ انا حكتبه مثله. انا مش سامع من كندر ولا منك. لا خلاص انا كتبت اوكي بس 3 ايام مداهم ترى اسبوع ترى يا حلا اسبوع سكوري عالي سكوري 125,000 فلوس حلال. خلاص يا سيدي 3 ايام من اسبوع مش كتير. انت من خد رايك بقى؟ مش لازم تاخد رايك انت من بعد سكرك جديده وانت يا واطيه في جريده واخده كلمتين بتوعك رفعاهم ان انا عندي شركه قطع غير عربيات عليك انت؟ اه والله انت ما شفتيش الفيديو؟ لا على بسبب انا؟ في جريده مصريه كاتبين مداهم 3 سبعات و حبايبي لو هاي الجولة بيلعب بالملايين وما شيرتوا وما خلينا الجولة حتى بيقولوا الخناقات بقى عندي وعند كندر. طب انزل 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 يلا سلام سلام. شنو سلام؟ ايه ما عليك كلامك لسه فاتح لازم انطق. اوكي يلا ده هجت الدنيا عليا والله. تخيل اما مرة عجوزه زي دي. هو ليه الكومنتات مش ظاهره وهي مقفوله؟ مفتوحه الكومنتات. لا مدهم عدل ينتقم مش عندي. انا مش هنتقم من نفسي ده اكتر من كده انتقام. مين سالي؟ سالي الأردنية؟ كفاية إن انتقمت من نفسه وقعد على كرسي مخليني قد كده. أه والله يا مفيش انتقام أكتر من كده. يا حرباية يا حرباية والله العظيم صاحي من النوم لقيت خالد المشرف عندي بعت لي لينك. ادخل على اللينك الاقي جريدة كاتبين مداهم 3 سبعات مشهور من مشاهير البلوجر مداهم 3 سبعات بالملايين لعب. يعني بيلعب مش بيلعب بالفلوس لا بيلعب بالملايين لعب وعنده شركة قطع غيار و والله ما صلى الله. قالوا ايه ده؟ قالوا حاجات كتير فشخ. و والله العظيم انا بقيت اضحك كده اللي هو ده المفروض ان انا الحكومه هتاخدك وراي. وبيقولوا اه والله مباحث الاموال العامه تيجي تقول لي من اين لك هذا؟ شركه قطع غير مره واحده ده تيل الفرامل دلوقتي ب 15,000 جنيه. وبعدين وقايلين على طول ان هو جريء في اللايفات وعلى طول بيقعد يتخانق مع ام عمر. هو هم بقى متفقين ولا مش متفقين الله اعلم. هم مفكرين ان انا وانت متفقين حبيبتي رحمة. يعني انا يوم ما احط ايدي احط ايدي في ايد مرة عجوزة؟ ما اكيد لا. يعني يوم ما اتفق مع حد اتفق مع دي؟ وبعدين وكاتبين لك كده؟ والله العظيم لو عندي كنت بعت لك الفيديو. بصي يعني البست. والله العظيم انا اتصدمت. بصي اهو يا نهار انا وانتي اصبر على الصوت. يا وفي لايفات 777 بيع ارجع الجدايه شركه كاوتشات
وقائد الكتيبة 777 بيعمل حملات على السوشيال ميديا وفلايفاتو بيساعد كل اللي محتاج مساعدة. ولايفاتو دي مع أي حد ما يعرفوش بيدخل ويتعرف عليه لأول مرة. بتشار فجأة على تيك توك وبقى يلعب بالملايين من اللايفات لدرجة إنه بقى صاحب شركة كبيرة لقطع غيار عربية. محتوى البعض شايفه غير أخلاقي وجريء، والبعض شايف إنه داعم للي حواليه. فيا ترى حكاية البلوجر مداهم وإزاي دخل السوشيال ميديا وبقى مشهور وحقق الملايين من اللايفات؟ مش هتصدق اللي بيعمله في الجولات بتاعته على تيك توك. مداهم بيتابعه على تيك توك اكتر من 1.5 مليون متابع. ما تقفل وبين اللي بيهاجموه وينتقدوا محتواه في الفيديوهات مش قد كده، بمعنى انه مش مهتم بنشر فيديوهاته على حسابه على التيك توك بصوره يوميه زي اغلب البلوجرز وتفاصيل يومه واللي بيعمله في حياته، ولكن اهتمامه كله باللايفات. وهنا مربط الفرس. ايوه مداهم هنا مربط الفرس لايفاته اللي بيظهر فيها كل يوم، وده بصفة يومية وليه مواعيد بتكون بالليل على الساعة 9 أو 10. لايفاته مش مع حد معين، ولكن مع أي بنت أو شاب من أي دولة، مش لازم يكونوا مصريين. البعض شايف إن محتوى في اللايفات جريء وغير أخلاقي، وبيكون فيه جمل وألفاظ غير مباشرة بطريقة غير أخلاقية، خاصة إنه أول ما يفتح اللايف بيقول للبنت اللي هتظهر معاه أنت اسمك إيه ومنين، وفجأة الحوار يقلب كأنه يعرفها من سنين. ايه ده؟ شو التحذيرات دي مش طبيعيه اقسم بالله، والله العظيم في حد عمال يبلغ على اللايف. بس اقول لك على حاجه، انت بلغ وانا اقعد اشرب شاي. بلغ تاني. دول مش كفايه، بلغ تالت. اقول لك على حل احسن، خليهم يقفلوا الاكونت. اقول لك على حاجه، احنا نبدله، ناخد شويه ريد بول. عندي استعداد اعمل اكونت دلوقتي والحمد لله تلاقي مستوره. وصلتوا لكام بلاغ دلوقتي؟ شدوا شويه. خلصتوا بلاغات؟ هرستر اللايف وجاي. صدقتوا انتوا طبعا صح؟ الله يعينهم على المرض اللي فيهم، والله بجد ناس فيها كمية حقد. ايه يا جدع؟ ايه يا جدع؟ ايه يا جدع؟ مش كده يا جدع؟ بعدين تبلغوا على اللايف؟ مش عايزيني موجود صح؟ طب انا هفضل موجود يا اخي. حاجه مش بايد ولا بايدك. بس انا هقول لك على حاجه، صل على النبي عشان نكون متفقين كده على الصلاه والسلام. الناس دي جايه محبه تمام. انا من الاخر شحات ومش هقدر اشيهم. يعني ال 18000 في اللايف لو وديت كل واحد جنيه اللي هو اصلا مش هيجيب سجاره كليوباترا مش هيقعدوا عندي، انت فاهم؟ ف بلغ بلغ. ايه ده مين دي؟ قيس حبيبي. يا قيس ايه يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ وحشتك؟ ويلكم. هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. وانا مش طلعنا مع بعض؟ شلون؟ انت مش دي اللي كنت طالع معاه من شويه؟ لا انا هلا فتحت. انتوا كلكم بقيتوا شبه بعض ليه كده؟ اغيب شعر كلكم تضربوا نفس العمليات؟ عمليات ايه؟ بجوز انت ما بعرف شو عم تحضر وعم تشوفنا بنشبه بعض، ما بعرف. والله ما عارف، مش كانت شبهها؟ وربنا طالع مع واحده تونسيه شبهها قوي صح؟ ما عرفش ممكن. ايوه عندها حسنه هنا، انت ما عملتيش حسنه في حياتك خالص؟ لا في ثلاثه هم. اي عملت حسنة وطلعت معك. اي والله. اخبارك؟ الحمد لله في نعمة. انت عاملة ايه؟ ولا الحمد لله نشكر الله. من رب. وين مداهم اسمك؟ مصر. يا انت سورية؟ من مصر. ايه من سوريا. خرب بيت حواجبك تجنن. بسم الله ما شاء الله يا. من ذوقك. نلعب جولة؟ يا ريت والله. انت عندك كم سنة بقى؟
عندي 24 سنة، وانت؟ عمره كله. انا 25 سنة. ايه يا راجل، والله. ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ بلشنا بحركات وبتاع وكده. احنا لسه عملنا حاجة بتاعت تتلككي من اولها. احنا لسه ما قلناش حاجة. ايوه، كل ده ولسه صغيرة برضك. يلا جايز نلبس ونشير. متابعين مداهم كلكم اعملوا لي متابعة، ما بعرف قديش يعني عنده. لا روحوا، ما ما يلا جيبولو جيبولو بقدونس وجرجير جيبولو. تعالي انت، ما انت مش شبههم اصلا. لا والله انت اللي عم تسمعي مو انا. ايوه يا قاسم، هو ده، ده حالي دلوقتي. وانت بتعملي ايه هنا في التيك توك بقى؟ انت بتدخني ليه؟ التدخين غلط عليك. بأرجل انا، انت ما بتشيش؟ لا لا استغفر. اسمع اسمع، نمزح نمزح ولا نمزح ولا نمزح. هو وجهه كله نص باين، هو وجهه هو العيون باينه. شفت العيون هذه لحالها ترنك. العيون ترنك رن. نعم. انت ما انت تلعب عندي. مش عارف انا كيف. ترى جيب 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 وجيبوه طلعوه من تحت لاقي التكفون، طلعوه قولوا له امير. ليش انت كل شوي تلعب مع هذه؟ وين راح يا ناس؟ الله يوفقكم ارجعوا. وش ليش تلعب معها كل شوي؟ وينه؟ تلعب مع هذا، تلعب مع هذا. ايش في انيسه؟ غسل انيسه ايش زعلانه؟ ايوه اصبر ثانيه. اسمع اسمع اسمع، وده ندخل يا معنا يا عيال ونجيب لك الناس ليش تضيفها. ها الحين 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 داعمي قاعد يطبخك على نار هاديه. مين داعمك يطبخ؟ داعمي اخو الفهد. شنو يطبخ؟ حسنين اخو الفهد. ايه يطبخك على نار هاديه. اصبر هيا هيا شوف هيا شوف. على النظاره كسيبه، على النظاره. يا فيش لي المشكلة انه مخفي، ما ادري اذا انه موجود. على النسالة كذيبة. اصبر يا انيسة 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 تهجا موجود ولا وينه؟ الدنيا حمرا يا عيال. 550 550 بس 550 اوني 550 550 حيك 550. اسكراتك لا اراها شيئا. الحمد لله قد حي عينك يا خفجاوي، حيك حيك يا خفجاوي منور يا جبل. شكرا على وردك. حيك يا احنا البراين هنا. مين انت؟ احنا البراين، احنا البراين. ما تكلم مصري ويقول احنا الفراعنه. شلون اقلدوه؟ البراين يا عيال اقلدوه، يا عيال كسروا نفوخه، يا عيال يا عيال كسروا لي نفوخه. يا لهوي الزبل يا كسيبه. حيك يا الأسطورة، حيك كسيبة، حيك يا خفجاوي، حيك حيك كسيبة. خسرنا يا كسيبة. ايه ده خسرنا؟ دراسك ايوه كسيبة. ما شاء الله ما شاء الله. شيفو شيفو.